شكرا لحضرتك. مشاهدينا دلوقتي معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. تفضل يا دينا. شكرا لك. من 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي. وخلال اجتماعه بالمسؤولين المعنيين بالمشروع، تابع الرئيس السيسي نسب تنفيذ المشروع الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج. وصرح متحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة، وناقش الاجتماع كذلك آليات دعم تلك المشروعات وعلى رأسها جهود توفير المياه للري وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لأول مرة في مصر يتم إنتاج وحدات التكييف المركزي بمصنع هاير، مؤكدا أن الفترة القادمة ترتكز على دور القطاع الخاص الرئيسي في دعم الصناعة بمصر. وخلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العاشر من رمضان، أوضح مدبولي أن الدولة خصصت الرخصة الذهبية لدعم قطاع الصناعة لسرعة إنجاز التراخيص لمصانع القطاع الخاص. وفيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بشكل يومي معدل التدفقات النقدية الأجنبية، ومشددا على أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الإنتاج. شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا والسويد دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وفقدان عدد آخر ووقوع عدة إصابات بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل وسط المخيم. هذا وأعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة لتصل إلى 32,705 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75,190 مصاباً منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. استشهد 12 فلسطينيا واصيب العشرات اثر قصف الاحتلال الاسرائيلي استهدف دوار الكويت بمدينه غزه. وافادت مصادر محليه بان مدفعيه الاحتلال اطلقت قذائفها ونيران الاسلحه الرشاشه تجاه عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت في حي الزيتون. وذكر شهود عيان ان الشهداء والجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية والمواطنين من نقلهم بشكل كامل. أعلنت الأمم المتحدة إصابة 3 من مراقبيها العسكريين ومترجم بانفجار بالقرب منهم خلال دورية على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان. ويقوم جنود حفظ السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بدوريات على ما يسمى الخط الأزرق، وهي الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. أعلن التلفزيون السوري مقتل 6 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي
قرب الحدود التركية. وأوضح التلفزيون السوري أن المنطقة المستهدفة بالتفجير تعد من بين المناطق الأكثر اكتظاظاً بالمدنيين، وخاصة في هذه الأوقات من شهر رمضان المبارك. هذا وتمكنت سيارات الإسعاف من انتشال بعض جثامين القتلى ونقلها مع عدد من المستشفى أو إلى المستشفى من المصابين أعزاز الوطنية. فتحت صناديق الاقتراع أو مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا أمام الناخبين للمشاركة في الانتخابات المحلية، ووجهت السلطات التركية الدعوة إلى أكثر من 61 مليون ناخبا للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رؤساء البلديات الكبرى والمدن والمقاطعات. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب السباق الانتخابي في اسطنبول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، والتي تقود الاقتصاد التركي، حيث يواجه إمام أغلو تحديا من مرشح حزب العدالة والتنمية والوزير السابق مراد قروم. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.